مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 4 اذار عام 2022 من خبر يمكن يمر مرور الكرام على موقع سيريا نيوز. ممكن ندخل بقضيه غايه في الاهميه. الخبر بيقول انه حزب اللواء السوري في السويداء يسلم احد افراد العصابات لمحكمه التنف التابعه للتحالف الدولي. طبعا اللي ما كثير متابع شو محكمه التحالف الدولي وشو حزب اللواء السوري، هذا بيخليه يعني لنا فرصة لحتى نشرح جزء من الصورة في الجنوب السوري. حزب اللواء السوري هو حزب تأسس بالعام 2020 في محافظة السويداء، فينا نقول عليه أنه هو فرع لقوات سوريا الديمقراطية ولكن في الجنوب. في الجنوب مثل ما بنعرف التواجد، في تواجد أمريكي مثل ما في بالشمال، ولكن التواجد الأمريكي موجود بقاعدة التنف يلي على قطر، يعني في منطقة في نقول عليها يعني منطقة عازلة أو منطقة محظور الدخول لأي قوى أخرى غير القوى الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، اسمها منطقة التنف، تقريبا قطرة 55 كيلومتر، يعني قاعدة على الحدود بنصف دائرة، قطرة 55 كيلومتر على الحدود بين سوريا والأردن والعراق. الفصيل المتعاون مع القوات الأمريكية بهذيك المنطقة اسمه مغاوير الثورة، وهو يمتد وصولا إلى يعني حدود محافظة السويداء. طبعا من الصعب أنه يتم وضع فصيل من الفصائل مهما كان، هو معظمه من العشائر العربية مغاوير الثورة أو من يعني سكان المنطقة في البادية، أنه يكونوا هن لهم أي علاقة بضبط الأمن أو يكونوا يعني منسقين عوضا عن أهل السويداء مع الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى ما يبدو تم إنشاء أو تم دعم نشوء هذا الحزب يلي هو ينسق تماما مع الأمريكان ومع قاعدة التنف، طبعا بشهادة الخبر، لأن هو الخبر بيقول أنه ألقى القبض على أحد أفراد العصابات يلي يمتهن الخطف والسرقة إلى آخره، وسلموا لمحكمة التنف التابعة للتحالف الدولي. فهو إذن يتبع لهذه المنطقة، لقوات الأمريكية في هذه المنطقة. الحزب بحسب ما تقصيت عنه ما كثير له قبول بين أهالي محافظة السويداء، لأن من خلال الممارسة ظهر في بعض السلوك الانفصالي، يشبه السلوك الانفصالي الموجود في الشمال الشرقي في سوريا. إذا بدنا نراجع، طبعا هو له صفحة على الفيسبوك، رح أحط لكم الرابط إذا بتحبوا تتعرفوا عليه. منشوف بالبند الثاني في إشارة إلى موضوع الإدارة الذاتية أو الفيدرالية، ولكن ما بيأكد عليها. هذا البند لا يعني شيء، ولكن وقد يكون يعني معظم البيان إيجابي أو التعريف بالحزب إيجابي وطرح مبادئه وخطوات تحقيق هذه المبادئ، ولكن في إشارة لموضوع اللامركزية والفيدرالية والإدارة الذاتية، ولكن من خلال وصولي لبعض الأشخاص على دراية بممارساته، الطرح الذي يطرحه في محافظة السويداء يشبه كثيرا ما يتم طرحه في يعني موضوع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الموجودة في الشمال الشرقي، مع ملاحظة بأنه هذا الطرح لا يحظى ب يعني ترحيب أو قبول معظم السكان في السويداء بحسب معلوماتي. وقد يكون الأمر على فكرة كذلك أيضا في الشمال الشرقي، يعني نحن بنعرف أنه في حتى جزء من الأكراد، يعني جزء المنضويين تحت أحزاب محددة من الأكراد وخاصة حزب العمال الكردستاني، هن اللي عندهم هذه الرؤية الانفصالية بين قوسين فينا نقول القومية، ولكن باقي الأحزاب الكردية وباقي السكان العربي اللي بيشكلوا الأغلبية هن ما هم مع هذه الرؤية. هذا الموضوع ينطبق، إلا أن هذا الحزب لم يسيطر، يعني لم يكون يعني لا يمتلك السيطرة الكاملة على منطقة السويداء، ولكن إنشاء هذا الحزب ممكن يكون له دلالات محددة، خاصة أنه هو تأسس بفرنسا وهو اليوم يعمل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا الموضوع له دلالات وممكن يدل على مستقبل هذه المنطقة في حال يعني لم يصل السوريين إلى حل يعني يضمن وحدة الأراضي
السورية. في إشارة للخطوات، طبعا في إشارة واضحة بخطوات الحزب خلال الفترة القادمة كيف بده يحقق أهدافه، بالبند الأول ببناء علاقات إقليمية ودولية حسنة على أن تراعي تلك العلاقات وفي المقام الأول المصالح الوطنية السورية. فإذا يرتكز على تحقيق أهدافه بالبند الأول مثل ما شايفين، بناء علاقات إقليمية ودولية. إقليمية مع مين؟ بالتحديد الأردن، هل يقصد الأردن أو ما بعد الأردن؟ الله أعلم. ويعني هذا الموضوع في يعني إشارة استفهام، بالإضافة أنه هل فعلا أنه بناء العلاقات هو أول خطوة لتحقيق أهداف هذا الحزب؟ يعني بيضل هذا الموضوع مطروح للنقاش، وهذا موضوع هام لازم يضل تحت اللحظ، بيعطينا مثل ما حكيت قبل شوي مؤشر أنه كيف يمكن أن تتطور الأمور في الجنوب السوري. حكينا مبارح وأول مبارح عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ويعني ردة الفعل الكبيرة والواسعة تجاه هذا الغزو من قبل الغرب يعني تحديدا وكثير من دول العالم. وقلنا بمبارح بالتحديد بأنه يعني في نوع من المراجعة لدور روسيا في سوريا، ما كان مسكوت عنه في الماضي اليوم يتم الحديث فيه، ويتم الحديث على أساس بأنه كان من الخطأ أن يتم السكوت على الممارسات الروسية في سوريا. هذا ما شجع روسيا أن تعيد الكرة بشكل أوسع وأخطر في أوكرانيا. وحكينا أنه الخطاب الإعلامي السوري والدبلوماسي والسياسي ابتداء من تصريحات منسوبة للرئيس بشار الأسد وصولا إلى تصريحات سمعناها وتابعناها للمقداد، للجعفري، لمستشارة الأسد هنا الشبل وبثينة شعبان، هذه التصريحات التي يعني تجعل الموقف السوري متقدم حتى على الموقف الروسي في الحرب التي أعلنها على الغرب. يعني هذا يلي الفكرة المركزية للدعاية خلينا نقول تمارسة الوسائل الإعلام السورية المتقدمة على الوسائل الإعلام الروسية التي وضعت، يعني وسائل الإعلام السورية التي وضعت الغرب كله. يعني امبارح في تصريحات لونا الشبل على سبيل المثال تتهم الغرب كله بأنه هو نازي من خلال تصريحاته وتعليقه على الحرب العالمية الثانية، وبأنه كان يدعم النازية، ولكن عندما انتصرت روسيا أو كادت أن تنتصر على النازية فغيرت الدول الغربية مواقفها. فإذا في هل يعني مثل ما حكينا هل غلو في عملية مواجهة الغرب بالنسبة لسوريا. هذا الموضوع خلى الغرب يعني يتعامل مع لف السوري. طبعا ما بدنا نحن نهم، لا في ناس بيقولوا يعملوا شغلة غير سوريا، لا لهم كثير أشغال، ولكن مرة تانية الغرب الدول الكبرى أو العظمى لها مكاتب في الاستخبارات في وزارة الخارجية، وكل مكتب يتعامل على أنه المندوب والوصي على هذه المنطقة ولا يفوت أي فعل بدون رد فعل. فكانت ردود الأفعال أولا من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أطلقت شهر المحاسبة في وجه بشار الأسد، ويعني سمته بصفات وحملته مسؤولية مباشرة بالاسم هذه المرة عن الجرائم والارتكابات التي يعني كانت بحق الشعب السوري خلال العشر سنوات. أيضا في الاتحاد الأوروبي، يعني هون وصلنا اليوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بلشنا نشوف ربط، يعني ربط ممنهج وربط مخطط لقضية الشعب السوري بالشعب الأوكراني. مثلا بنشوف في إعادة لتغريدة للخوز البيضاء من قبل الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، بتقول فيه يعني هي بتعيد التغريدة تبع مثل ما شايفين على الشاشة الخوز البيضاء، وبتقول بغض النظر عن آرائك السياسية فمما لا شك فيه أن معاناة المدنيين الأبرياء في سوريا أو أوكرانيا أو أي جزء من العالم هي مأساة للإنسانية جمعاء. أكثر من هيك من يومين بالاتحاد الأوروبي بنشوف هون هذا الخبر أنه باثنين آذار استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى يعني سوريا، بعثة سوريا في الاتحاد الأوروبي قائم بالأعمال أوكرانيا لدى سوريا، وأيضا انضم إلى هذا الاجتماع رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممثلي كل من أستراليا، كندا، النرويج، سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. هذا في بعثة سوريا في
الاتحاد الأوروبي وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني ودعمهم إياه في معركته ضد الاعتداء الروسي. فإذا مثل ما قلنا هناك جهود ومراجعة للدور الروسي في سوريا للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، واليوم يعيد بوتين وتعيد روسيا ارتكابها بحق الشعب الأوكراني. هذه الزاوية أو هذا التعاطي مع الشأن السوري أنا برأيي إيجابي، وهو يعني يبقي القضية السورية تحت لحظ الرأي العام العالمي، ويبقي الضوء مسلط على ارتكابات التي يعني حدثت والتي تحدث اليوم من قبل روسيا والنظام السوري، وربما تساعد في الوصول إلى حل ل يعني القضية السورية أو للملف السوري بالوصول إلى حل سياسي بوقت أقرب من المتوقع. هذا الموضوع مرتبط بتطورات الأحداث اللي راح نضل اللاحقة يعني لحظة بلحظة. خلال يعني جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، كان في جلسات مخصصة لتعديل مواد في قانون العقوبات، تم إقرار هذه التعديلات، وكشف عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام عن بعض هذه التعديلات، يلي أنا ممكن أقول أكثر ما يهمنا بها هي التهمة الشهيرة في سوريا يلي راح من وراها الكثيرين وراء الشمس، وهي إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية، وبتوقع بنضوي تحت وهن عزيمة الأمة. هلأ شو اللي تعدل فيها الحقيقة ما كان واضح، لساتنا بالانتظار، ولكن يلي تعدل بأنه ما ضلت هذه التهم تحت هذه التسمية يلي هي بتشكل المادة 285 من قانون العقوبات السوري، وتم تغيير العنوان إلى الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية. يعني ما بعرف شو صار، يعني وهن نفسية الأمة شو بدها تصير، هل هي بدها تضل عقوبة، بدها تضل وتتشدد. الحقيقة ما كان في تصريحاته يلي كانت لتلفزيون محلي، ما في توضيح لهذا الموضوع، ولكن بتوقع بحسب كلامه أنه ما ضل في حدا يتم معاقبته تحت يعني هاي التهمة، ما رح تصير تتوجه لكم يا سوريين أنه ضعاف الشعور القومي ووهن عزيمة الأمة. بدها تتغير التسمية والعقوبة، ولكن ما بنعرف تماما كيف الأمور بدها تصير. هذا الموضوع طبعا أنا ببحث فيه ورح أعرض لكم يا أول ما يصير في عندي تفاصيل. طبعا بالإضافة التغييرات أصبحت على الغرامات، يعني كان في غرامات بحسب عضو مجلس الشعب أيضا نفسه، كان في غرامات بحدود 25 و100 ليرة سورية، سوى 25,000 و50,000 و100,000. فإذا رفعوا الغرامات لأضعاف مضاعفة على بعض العقوبات، وأيضا مما يمكن الإشارة له أنه صار في عقوبات إضافية على جرائم السرقة، خاصة ل يعني الآليات يلي هي الدراجات النارية والسيارات والزاء، لأن هي الظاهرة منتشرة كثيرا اليوم في سوريا، وعلى ما يبدو في تجديد على هذه العقوبة، محاولة للحد منها، ولكن بتوقع ما رح ينجح هذا الموضوع، لأن الناس مرة تانية وقت ما تلاقي شيء تاكله وتشربه، وقت يكون يعني بدهم يأمنوا لقمة العيش لأطفالهم، ما يأس الحكومة ما تحلن الفرصة، ولا طبعا نحن ما عم نشجع على الموضوع، ولكن عم نحكي منطق، ولا بيحسنوا يعبروا عن نفسهم، ولا بيحسنوا، ولا بيكون في جهة تمثل مصالحهم وتحكي عنهم بلسانهم وتدافع عنهم، فبالآخر قبل ما يموتوا من الجوع بده يمدوا إيدهم ويسرقوا. فالحل يعني المناسب ممكن نشدد العقوبة، هذا يعني موضوع أنا برأيي إيجابي، ولكن الحل حقيقة يجب أن نوجد حلول ليتمكن الناس من تأمين لقمة عيشهم ولقمة عيش أطفالهم. وفي إطار التمثيل، يعني لحتى نعطي مثال أنه المفروض ممثلي الشعب السوري والفئات والقطاعات كمجلس الشعب أو النقابات لا يمثلوا إلا النظام ومواقف النظام، وهن الحقيقة محطوطين كفروع أمن إضافية ورقباء على القطاعات من الرأس إلى القاعدة وليس العكس. اليوم رئيس اتحاد الصحفيين السوريين أويان عصو، ويقول في تصريح لسبوتنيك بأنه حظر سبوتنيك وآرتي في أوروبا سلوك إجرامي بحق الإعلام رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، فهو طبعا يعني انزعج كثير من عملية الحظر، بينما هناك مئات المواقع وعشرات الوسائل الإعلام
التي حجبت وأغلقت في سوريا خلال 10 سنوات، وأيضا تعرض مثلا موقع سيريا نيوز لسنوات من الحظر والحجب، مع أنه نحن أخذين الخط المهني الموضوعي، مع ذلك ما نفدنا. أيضا توقيف الصحفيين حتى الموالين منهم مثل كنان وقاف، الصحفي الآخر غاب عن ذهني أيضا اسمه، أيضا ما شفنا أي تحرك لاتحاد الصحفيين أو محاولة ليطلقوا سراحهم. هلا في موضوع بدي نوه له هون في غاية في الأهمية الحقيقة، وقد بتغيب المؤسسات ويعني بيغيب الحالة التمثيل للقطاعات اللي بتدافع عن القطاعات وأفراد العاملين في هذه القطاعات مثل النقابات على سبيل المثال، بيصير استهداف الفرد المؤثر والفرد الذي يتكلم بلسان المجتمع سهل للغاية. هلا بيصير بأنه أي يعني خلينا نقول شخص شجاع ممكن أن يتكلم، أن يتصدر المشهد ويتكلم بما لا يجرؤ الآخرين أن يتكلموا به، يلقى كل التشجيع ويلقى كل الاحترام والتأييد من قبل المتابعين، خاصة في عصر السوشيال ميديا، ويعني تشجيع وبيدفعوه لحتى يرفع سقف النقد يوم بعد يوم. نتيجة هذا التشجيع ونتيجة هذا التأييد الواسع يكتسب هذا الشخص أو الفرد الجراءة ويرفع من وتيرة النقد يوما بعد يوم إلى أن يلامس الخطوط الحمراء. هلا هون المشكلة، وقت يلامس الخطوط الحمراء يتم توقيفه أو يتم يعني اتخاذ إجراءات قاسية بحقه. هلا هون مع غياب المؤسسات الناس تتعاطف معه يوم يومين ثلاثة، ولكن في حال غياب المؤسسة وغياب إجراءات محددة لمتابعة حالة هذا الصحفي أو أي في أي قطاع الذي تكلم بلسان بلسان الناس وعبر عن هموم الناس، يتم نسيانه مع الأيام ويصبح حلقة ضعيفة منسية لا يتذكر أحد. يعني هذا حال كنان وقافي اللي ذكرته قبل شوي في صحفي تاني مثل ما ذكرت، فبتروح عليهم مثل ما بيقولوا، وحتى بعد فترة يعني تنفض الجموع من حولهم، لأن بحال مرة تانية غياب المؤسسة الناس بتحب تتجمع حول القوي، تتجمع حول القوي، هن معذورين أن يعتقدوا بأن هذا القوي يمكن أن حتى لو كان هو مرتبط بالسلطة بشكل أو بآخر، حتى لو كان يعني هو نص نص، ولكن بيعتقدوا أنه هو على الأقل ممكن يوصل صوته للسلطة أو يكون له خاطر يعني عنده السلطة أكثر من الناس العاديين، فالناس بتحب تتجمع حول القوي، الشخص الذي تقع عليه العقوبة ويتم يعني سحقه وتغييبه عن المشهد، مع الأسف بتروح من كيسه وبينسوه الناس مع الزمن، وربما يعمل على تشويه صورته ويتحول من حالة البطل إلى حالة المنبوذ مع الأسف. في خبر كمان لازم نمر عليه يعني ضروري، لأن قناة العالم الإيرانية التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية شبه الرسمية أحيت ذكرى وفاة بهجة السليمان على أساس أنه هو مناضل عربي. طبعا إيران بتحاول تكرس يعني مثل هؤلاء يعني مثل الشخصيات، هو قاسم سليماني وكثير من المجرمين القتلة، على أساس أنه هن رموز للشعب السوري، ويعني كل ما فعلت يعني كل ما فعلت ذلك. نحن رح نرجع نذكر بالتاريخ الحقيقي لهؤلاء. باجد سليمان يمكن الجيل الجديد بيعرفوا أنه سفيرنا وسفير سوريا في الأردن، ولكن هو الدور الكبير والأساسي اللي لعبه بحياته أنه كان رئيس الفرع الداخلي بأمن الدولة أو فرع الخطيب المعروف، فرع الخطيب يلي من أسابيع شهدنا محاكمة أو الحكم على أنور رسلان الضابط اللي كان يخدم في فرع الخطيب، حكموا عليه أو أدانوه بجرائم ضد الإنسانية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذا هو الفرع نفسه يلي كان على رأسه بهجت سليمان، وارتكب جرائم القتل والتغييب والتعذيب بحق آلاف الشباب السوري. فهي هذه حقيقة بهجت سليمان يلي عم يحاولوا أيضا يقدموه على أساس أنه كاتب وخدم القضية الفلسطينية. الكتب اللي كتبها هي عن حافظ الأسد وعن باسل الأسد، تملق وتزلف للقائد الخارد لحتى يخليه بمنصبه إن كان في الأمن أو بعدين يعينه كسفير، بشار الأسد يعينه سفير في الأردن، هو عمل لنفسه وعمل طبعا ثروة أولاده معروفة طائلة من خلال الفساد شأن معظم ضباط الأمن في سوريا. فإذا هذه حقيقة بهجت سليمان، كلما حاولوا أن يكرسوا ويمجدوا هؤلاء الأشخاص سنقوم نحن بالتذكير بتاريخهم المشين.
شفنا من 3 ايام تقريبا وقت لافروف شارك عبر التلفزيون او عبر السكايب او الزوم باجتماع نزع او مؤتمر نزع السلاح في جنيف، لانه ما حسن يوصل لجنيف يعني بسبب حظر الطيران المفروض على روسيا. كيف تم مقاطعة هذا الخطاب وخرج معظم الدبلوماسيين من القاعة؟ اليوم البي بي سي نشرت مشاهد إضافية بتبين المقاطعة الواسعة، تقريبا ظل شخصين أو ثلاثة بالقاعة، في يعني إهانة مباشرة موجهة للافروف وبوتين بالتحديد، بعدما لم يكن هذا مثل هذا التصرف ممكنا قبل 4 أيام. أخيرا في أيضا السلطات الأردنية صادرت مجموعة من المواد المخدرة، فيكم تشوفوه، رح أحط لكم الرابط، والأهم في موقع اسمه تجمع أحرار حوران، الحقيقة حاطت تحقيق جدير بأنه الواحد يشوفه حول خطوط التهريب، تصنيع وتهريب المواد المخدرة من لبنان إلى سوريا إلى الأردن في 3 مسارات مكتوبين بالتفصيل بالتحقيق. يلي بده يطلع على حقيقة يعني هذا الموضوع، طبعا في تقاطع معلومات، في مجموعة من المعلومات اللي بتأكد ما جاء في هذا التحقيق وإلا ما كنت حكيت عنه. فإذا هذا ما ورد في التقرير دقيق إلى بشكل كبير، كيف يتم استغلال تواجد حزب الله وإيران في الجنوب السوري لي اتمام او يعني بعض ممارساتهم، طبعا هن عندهم اهداف سياسيه اكبر من هيك بكثير، ولكن لتمويل نشاطاتهم هن مستلمين موضوع المواد المخدره، مو بس بسوريا، صار في المنطقه كلها وعلى مستوى العالم. ففي رابطين راح احط لكم، الاول دراسه حول خطوط يعني مرور المواد المخدره من لبنان الى الاردن، والخبر الاخر هو حول موضوع دور الفرقة الرابعة وتواجدها في المنطقة، وما دور الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد ودورها في هذا الموضوع. هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم. مثل العادة فيكون تتابعوا أخبار إضافية على موقع سيريا نيوز أو حسابات التواصل الاجتماعي التابعة له، بتشوفوا الروابط في صندوق الوصف. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.